صعب الحق، بس ان شاء الله ان شاء الله حيفوز المغرب. توقعاتي باذن الله 2-1، حتيجي مباراه نهائيه ارجنتين ومغرب، وباذن الله حيجيبوها ديما الاولاد، جيبوها ديما مروكو. والله ان شاء الله نتوقع، ان شاء الله ان شاء الله يفوز المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله، والمنتخب الفرنسي طبعا منتخب الاسلام به، وان شاء الله ان شاء الله يفوز المنتخب المغربي ان شاء الله ان شاء الله. نحن كمصريين عايشين في ليبيا نتمنى الفوز الاكيد للمنتخب المغربي ان شاء الله، فوز محتم، فرحتوا العرب، فرحتوا الافارقه، مبروك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفوز للمغرب ان شاء الله. والله منتخب الفرنسي فريق مش مستهان به، وفريق المغربي حتى هو مش مستهان به، وباذن الله باذن الله اثنين شيء نقول المغاربه، ودعم كبير من الشعب الليبي الشعب المغربي. بالنسبه للمشاركه الفريق المغرب مشاركه مشرفه، فانت فاز عليه علي فرق كبيره، وفريق يتميز بالمحترفين، واداء كان ممتاز، والمدرب كان ناجح في اختياره. وبالنسبه للفريق الفرنسي لا يستهان به، حتى هو فريق كبير، ونتمنى فوز المغرب ان شاء الله باذن الله. نتوقع على نقول 2-1.